شحالكم يا أهل الصحراء يا أهل؟ شحالكم؟ أنا توحشتكم، أنا جيتكم، أنا منكم. شحالكم؟ توحشت العسل الصحراء والسمار الخيل الرباني وأتاي على المجمار الفاخر ونكش الحنة الحسان بالملحفة ملفوفة الطفلة السينة المشعورة العجبان وكسحابة تتمشى الله على دلع الأزلان وصحرائي صحرائي أفديها بدمائي أرض وأرض جدادي حقي وحق ولادي هي الشريان الناضي هي أرضي وسمائي صحرائي صحرائي. أنا لما أبحث في التاريخ ألاقي إن الصحراء مغربية، الجغرافيا بتقول كده، التاريخ بيقول كده، فبالتالي إحنا بنحاول نوصل للناس اللي إحنا قريناه، يعني نوصل لهم الحقائق، يعني ده موجود، يعني البيعة بتاعت الصحراويين للملوك العلويين موجودة، الملك الحسن الثاني بيقول لك أنا ثلاثة من جدود صحراوة، دولة المرابطين صحراوية، يعني التاريخ بيقول إن الصحراء مغربية، الجغرافيا بتقول إن الصحراء مغربية، المعارك اللي خاضها المغرب عشان الصحراء، معركة أمغالا، معركة طنطن، معركة بئر أنزران، شوف من إمتى والمغرب، يعني مش الصحراء دي جت كده فجأة كده بقت مغربية وحصل عليها المغرب، يعني دفع ثمنها دم من دم الشهداء المغاربة ومن أولاده ومن الناس الراعين اللي بيحبوا بلادهم، فالصحراء يعني ما أعتقدش صدقا فكرة كلمة إن الصحراء مغربية أو مش، ده سؤال لا، يعني يجب أن نتوقف عن هذا السؤال، زي ما قال الملك محمد السادس يعني الصحراء المغربية لا جدال في هذا الأمر، يعني المفروض ما نناقشهوش. حفظك الله يا سيدي. تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي ليصلكم كل جديد.